خط النادي الوحدة. النصر في مباراة النهاردة بيبدأ بنواف العقيدي حارس مرمى، أربعة في خط الدفاع: غسلان كونا من اليسار، سلطان الغنام من اليمين، مع قلبي دفاع متواجدين اليوم، ولا عفوا لا أيوة مع سلطان الحافظ. وسط الملعب وليد باخشوين مع فيصل فجر وأنسلمو، بيتواجد معهم علاء حجي وعبد الكريم يودا، والمهاجم النهاردة هو الفرنسي جون فرانسوا بوغيل. طاقم تحكيم من رومانيا بقيادة السيد رادو بتريزا، والحاضرة هنا في أرضية الملعب سيتواجد على يسار الشاشة بيزيو الشهير نادي. من عبدالله الخيبري إلى كرة عند فيصل فجر، يلعب واحدة أمامية عند أنسلمو، أنسلمو بيحاول أنسلمو، لكن هنا التغطية من علي لجامي. هنا التمريرة في الأقصى الجانب الأيمن عند أمير كوردي، اللي يلعب عرضية حلوة فيها محاولة استلامة من أنسلمو، ولكن سلطان الغنام ترجع الكرة من جديد وتسديده لكنها مرت عليه. ترجع مرة تانية عند عبد الله اللي مرر الكرة الأمامية، لكن الضغط اللي موجود، استلامة من وسط الملعب، رونالدو عدى مرر الكرة عند جوستافو، غسلان كونان على يساره، جوستافو لعب العرضية لتاليسكا براسو، لكن كورتو يمرر إلى علي الحسن. تمريرة عند لويس جوستافو إلى رونالدو، رونالدو رونالدو، حلوة من رونالدو لكنها مرت على يسار منير محمدي. الطرف الأيسر وعمال يدي في كباري ويعدي. رجعت مرة تانية عند علي الحسن اللي يلعب مرة تانية عند غسلان كونان، كونان كونان، عرضية حلوة كونان، منير محمدي يتصدى لأول أهداف النصر. ماذا أضعت يا رونالدو؟ لكن حلوة الكرة العرضية، حلوة الكرة من غسلان رينان، غسلها ببطنه ومنع الهدف النصر. شوف هنا غسلان كونان، شوف الكروس العرضي الذكي، حلوة 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 ورونالدو، ولكن منير محمدي في اللقطة الماضية يتصدى لأول الفرص المحققة من أمام صاروخ ماديرا، من أمام السي آر 7. ضاع الهدف الأول على النصر، ورونالدو إله بخاري أطاها لغريب، ومنافسة ما بينهم داخل منطقة الجزاء، وفيصل فجر يلعب الكرة لكن غسلان كونان يطلع، باخشوين يردها براسه لكن يطلع ألفارو، هنا لا تزال المحاولة، يخطفها بوغل ويسجل الهدف الأول لفرسان مكة، جول لفرسان مكة، بوغل يخطف الهدف الأول في مرمى النصر ويسجل أول أهداف المباراة. بوغل مزعج ونجح في خطف الكرة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 22، اللي راح وسدد مرت بمحاذاة القائم الأيمن وإلى ضربة مرمى حلوة حلوة. شوف النصر يقدر يصنع خطوه تانية. الخيبري في وسط الملعب من جديد، مقرب من منطقه الجزاء، يا ولد حلوه حلوه لسلطان الغنام، عرضيه حلوه عدت من غريب، عدت من غريب وضاعت فرصه على النصر. لعب الكوره ولكن هي صفاره من رادو بترسكو، بيعلن انتهاء شوط اللقاء الاول. الوحده للعزيز فيصل الملوكي. شوط اللقاء الثاني من مواجهة النصر والوحدة هنا في نصف نهائي عبر شاشتكم المفضلة SSC. النصر بادئ بنفس التشكيل ومحاولة عن طريق غسلان كونان من الجانب الأيسر لعرضية، ولكن يطلعها دفاع الوحدة للخيبري إلى تاليسكا، يا لعيب بيحاول ولكن دفاع الوحدة يتصدى له. ضغط نصراوي أهو، غريب يلعب العرضية، غريب غريب، رونالدو ومحمدي، مش معقولة مش معقولة يا رونالدو، وهايل منير محمدي، وإلى ضربة ركنية. شوط اللقاء الثاني بادي سخن، حلوة حلوة من رونالدو، ارتقاء وتسديدة من سلطان الغنام، ولكن أوسكار إدوارتي الأولى، هاي المنير محمدي. هو الزميل بندر الدوسري، انطلاقة المرة دي تاليسكا، تاليسكا بينية حلوة 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 لسلطان الغنام، سلطان 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 لغريب، يلعب الركنية على القايم الثاني ولكن يطلع منير محمدي. هو مهارة يا ألفارو، هو اللي بيقطع للخيبري إلى علي الحسن. علي يلعب الكرة الطويلة، علي الحسن محاولة الوصول، الحافظ ردها إلى رونالدو، رونالدو 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 رونالدو، وضربة حرة مباشرة من نصيب رونالدو على وليد باخشوين. انذار من شوط اللقاء الأول في الدقيقة 24، وانذار ثاني وطرد على عبد الله الحافظ، طرد على عبد الله الحافظ بينال كانت عريقه على نادي الوحده، وضربه حره رونالدو 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 رونالدو، لكنها تعلى عن العرض. تاليسكا مع الكوره، تاليسكا يهيئ حلوه للحسن، الحسن ومنير محمدي، منير محمدي. الوحده من الدقيقه 52 بيلعب ناقص واحد مع طرد عبد الله الحافظ للانذار الثاني
ايوه عرضيه غلط محمدي رجعت لغريب. يا راجل يا راجل يا راجل مرت على يمينه والى ضربه مرمى مثيره الحقيقه. اتقطعت من قدام علاء الحج من جانب جوستافو اللي مرر الكره عند غسلان كونان. كونان مع الكره غسلان. غسلان لعب في اليسار عند عبد الرحمن غريب. غريب شال العرضيه لرونالدو. العرضه المره دي مع الوحده. العرضه المره دي مع الوحده مش مكتوبه لك يا رونالدو. التالتة ما كانتش ثابته يا رونالدو. الاولانيه محمدي، الثانيه محمدي، والتالتة العرضه بتاعت محمدي. مرة تانية يرجع إلى نواف، عايز يلعب بالعرض، يمرر الكرة إلى صليهم، إلى نواف، نواف يلعب العرضية، نواف عدت من أمام رونالدو لكن وصلت إلى ماجد كشيش، كشيش يمرر الكرة إلى جوستافو، جوستافو يلعب كرة عالية، محاولة عند تاليسكا، نزلت محاولة هنا الخطورة، دربكة وأدي الانطلاقة، لسه مع الكرة ولكنها إلى خارج الملعب وإلى ركنية من نصيب النصر. ركنية من النصر. لكن الكرة اللي جاية دي خطيرة للنصر، خطيرة للنصر، خطيرة للنصر. ولحق 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 لكن من جوه المرمى. بيشيلها دوارتي من على خط المرمى وبيصفر. وسلامات لمنير محمدي، سلامات لمنير محمدي، لكن الكرة مش معقول، مش معقول، مش عايزة تدخل، مش عايزة تدخل في ظل اعتراضهم اللاعب النصر. وهنشوف الكرة رونالدو مع منير محمدي، سلامات لمنير. وادي الكرة، وادي هنا الكرة من الصليهم، وادي هنا منير محمدي مع رونالدو، وادي هنا الكرة من الصليهم، وادي هنا منير محمدي مع رونالدو والاصطدام، وهنا جوستافو ولكن اوسكار ادوارتي. اوسكار ادوارتي لفها الصليهم، واشوف منير محمدي ورونالدو اللي طالع وسابق ووقع كده منير محمدي، والكرة اللي ردها اوسكار ادوارتي قبل ما تبقى في الشباك. شوف رونالدو قفز قفزة من قفزاته، لكن منير محمدي جن رونالدو النهارده. منير محمدي رونالدو كأنه لم ينجح في التسجيل. اتلعبت الكرة عند عبد المجيد الصليهم، يمرر عند ماجد كشيش، كشيش يمرر الكرة للصليهم مرة تانية، بيحاول ولكن حمد الجنزاني، وإلى ضربة مرمى. بيقول العب ضربة مرمى، وجاي رونالدو هو بيعترض، وجاي عبد الله الخيبري، والى ضربة مرمى. هنا صليهم، وهنا حمد الجيزاني، وهنا ضربة مرمى، هنا مع امطال الخير. وهتتلعب ضربة المرمى لمصلحة منير محمدي. جاي يلعب ضربة المرمى منير محمدي، يلعب ضربة المرمى العالية، وقرار من حكم المباراة. الوحدة لأول مرة من 53 سنة يصل إلى نهائي أغلى الكؤوس. الوحدة بهدف في الدقيقة 22 أحرزه.